بدون أي تدخل خارجي. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج إن هناك من يدعو المعارضة لإفشال خطة عنان ما يثير الشك في نية الدول القريبة من سوريا بضبط هذه الحالة الأزمة في سوريا. قال لافروف إن المعارضة لا نستطيع تجاهل ما يجري في سوريا من إرهاب وتفجيرات تنظيم القاعدة فيها. شدد لافروف على أن ما يهم روسيا حاليا هو تأمين وقت استخدام العنف ضد الشعب السوري. بشعة ومصرون على التحقيق والكشف بدقة عما حصل في تبين أن أصحابها تم تعذيبهم حتى الموت في منطقة من الواضح أن المسلحين يسيطرون عليها. روسيا وبريطانيا تعارضان أي تدخل خارجي في الأزمة السورية.